تأتي مشاركة الهيئة العامة للشباب في هذا الملتقى الإعلامي في دورة 16، تأكيدا وحرصا على تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، وهي استراتيجية إعلامية مرنة امتازت بغايات وأهداف ومبادرات واضحة ودقيقة وشاملة. تتمنى الهيئة في مشاركتها هذه أن تترجم هذه الاستراتيجية من خلال حرص الحكومة على هذه المشاركة متمثلة في الهيئة العامة للشباب والقيادة العليا برعاية معالي وزير الإعلام والشباب، وكذلك مدير عام الهيئة العامة للشباب. آملين التوفيق والنجاح لهذا الملتقى.